هنروح لفريق الرجال لكرة الطائرة، وبعد صعودنا للمرحلة الثانية كان أول مباراة لينا مع القناة، وكانت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، والحمد لله عبرنا القناة ببر الأمان، واستطعنا إن احنا نفوز بنتيجة 3-0. والمباراة بالمناسبة إذاعت على شاشة قناة النادي الأهلي وحضراتكم تابعتوها أهي، شكرا. دي لقطات من المباراة اللي تم إذاعتها على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا بيقود الفريق مستر مونزو المدير الفني. خلص اللقاء 25-16 25-14 25-15. بالمناسبة فريق القناة احتل المركز الثالث في مجموعته وطلع، عشان كده بقينا احنا مجموعة من ست فرق. هنلاعب احنا مين؟ هنلاعب سبورتنج بتروجيت سموحة. احنا مجموعتنا مين؟ سبورتنج بتروجيت سموحة الترسانة القناة. احنا هنلاعب مين؟ هنلاعب سبورتنج وسموحة والقناة. طب مش ليه مش هنلاعب الفرقتين التانيين؟ لان هم طالعين معانا من نفس المجموعة. هنلعب كام ماتش؟ هنلعب 6. الثلاثة دول سبورتنج وسموحة والقناة رايح جاي رايح جاي. فطبعا كان مهم جدا ان احنا نخش الفريق المرحلة دي واحنا كاملين، الحمد لله ما عندناش اصابات. مستر مونزو المدير الفني طبعا الواقف لابس التيشيرت الاخضر يعني على الخط، هو المدير الفني الاسباني. وعايز اقول لكم ان احنا هنحاول الفترة الجاية يكونوا معانا طبعا مجموعة من المديرين الفنيين الاجانب، ننتهز فرصة توقف الدوري سواء لكرة اليد او للكرة الطائرة كمان، يعني في اعياد وحاجات زي كده طبعا، او الماتشات اهدى شوية مع الاجازات اللي كانت موجودة زي النهاردة كان اجازة. فهنحاول نجيب الجهاز اجهزة فنية، مهم جدا قبل ما نخش في المعترك اللي هيحصل في شهر مارس وابريل ان احنا نطمن عن الفرقة، ونطمن قبل احنا ما نطمن، احنا مطمنين الحمد لله كبرنامج الابطال، وعارفين نادي الاهلي بيوفر اللي الفرق كلها عايزة، ولكن مهم جدا الطمأنينة دي تروح لجمهورنا عشان الدعم. مهم جدا فرقنا دي قبل ما تخش المرحله دي يحسوا بدعم جمهورهم. كاميرا الابطال كانت موجوده. خلينا نقول لكم ان احنا هنتفرج على التقرير اللي احنا سجلناه عقب المباراه، وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل طبعا ضيوفنا من الجمباز الرجال في النادي الاهلي طبعا، اللي حصلوا على بطوله الجمهوريه يوم 30/12 في 30/12 الشهر اللي فات او يعني السنه اللي فاتت بقى، ومن 7 ايام بالظبط، وفزنا ببطولة الجمهورية سواء فردي عام وفرق. هنتفرج على التقرير ونطلع لفاصل، وبعد كده ابتدي في استقبال ضيوفي بعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين. مباراة مهمة بالنسبة لنا في المرحلة الثانية من نظام الدوري. الحمد لله قضينا على بشكل كويس زي ما شفتي والسادة جماهير شافوا. الحمد لله يعني الجهاز الفني جرب كل اللعيبة، يعني نفذنا التعليمات كلها الحمد لله، وخرجنا من الماتش زي ما انت شفت بشكل كويس، وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. طبعا بعد الدور الاولاني التمهيدي زي ما انت قلت برضك قعدنا اسبوعين، خدنا راحة معينة، رجعنا تاني كثفنا التمرينات، ركزنا على المهارات كلها، مهارات الارسال والاستقبال. الحمد لله رب العالمين يعني استعدينا بشكل كويس كأنها فترة اعداد تانية. ربنا يكرم ان شاء الله يعني في رجاء عندنا ماتش سموحة يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، مباراة قوية، وبعدين ان شاء الله ماتش سبورتنج باذن الله، بعد كده احسن توقف تاني في فترة منتخب برضك هناخد لنا فيها اسبوعين ان شاء الله ربنا يكرم. يعني احنا واخدين خطوة خطوة ماتش بماتش، عدينا الحمد لله النهارده، ان شاء الله نفكر في بكره ماتش يوم الثلاثاء، وان شاء الله ربنا يكرم ماتش سبورتنج بعد باذن الله. الحمد لله يعني ربنا كرمنا الدور الاولاني فدي صفحه واتقفلت، وبنركز في الدور الثاني. كل ماتش عندنا ماتش مهم، مفيش ماتش سهل الحمد لله. يعني قدرنا من اول الجيم نسيطر على المباراه، ده طبعا بتوجيه الكوتش قبل المباراه في محاضره لينا، تعمل جميل لاعبين ايا كان الخصم مين، فبننزل مرتاحين من الاول يعني، والحمد لله يعني هو بيدينا ثقه جامده جدا اللي هو نلعب براحتنا ونلعب بوش ونلعب كره جامد ونضرب جامد ونعمل اللي احنا عاوزينه، بس نطبق في نفس الوقت السيستم، فدي يعني حاجه كويسه لينا، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. هو بالظبط كل ماتش خلاص، الماتش النهارده اللي هيكون في السويس فرقه محترمه طبعا، خلاص كسبنا المباراه نفكر في اللي جاي. بالنسبه للتلات ايام الاجازه اللي هو عملنا فيهم ريكفري و مساج بقى وكل حاجه، فاخدنا فتره عشان اتمرنا كتير جدا صبح وليل الفتره اللي فاتت، 3 شهور صبح وليل، فالناس تعبت جدا اللعيبه، فطبعا الكوتش مقدر حاجه زي كده، والجدول والخطط بتاعته مهيئه لينا اللي احنا نريح امتى، فدي حاجه كويسه طبعا وبتفيدنا طبعا، فالناس كلها كانت محتاجه الراحه دي طبعا، فخلصنا الراحه، ابتدينا بقى من اول يوم نزلنا فيه نفكر في الدور اللي جاي، الدور اللي جاي اقوى، فده طبيعي يعني نازلين عاملين حساب لكل مباراه، مفيش حاجه مباراه سهله، فده يعني بيدينا حافز قوي جدا.
قبل المباراة، فبنخش الحمد لله يعني مسيطر على المباراة من أول الجيم. النهاردة المباراة الحمد لله كان في أداء كويس من اللعيبة، يمكن اللعيبة كانت مركزة دلوقتي، احنا كنا قعدنا واقفين ماتشات بقالنا 10 أيام، فيمكن الحمد لله المستوى النهاردة احنا شايفينه كويس، يمكن في شوية غلطات المفروض إن احنا هنشوفها الفترة الجاية. عندنا ماتشين جايين مع نادي سموحة ونادي سبورتنج، ممكن يكون المستوى أعلى شوية، فيمكن يكون ده حكم أكتر لينا على الشغل بتاعنا، وإن شاء الله تمام. ان شاء الله فريق قناه فرقه محترمه جدا، يمكن احنا ضغطنا عليهم النهارده من اول الماتش بالذات بالارسال، ودي قوه في النادي الاهلي من السنين، ودي قوه عند النادي الاهلي، ودي ادت فرصه للكابتن فرناندو ان هو يعمل روتيشن، يغير اللعيبه كتير، يمكن اللي ابتدوا الماتش مش هم اللي خلصوا الماتش النهارده، واعتقد يعني دي فرصه عشان اشوف الفرقه كلها، احكم على اللعيبه كلها، ونشوف الفتره الجايه اللي هيحصل فيها ان شاء الله.